سلام بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. رجعتكم فيديو جديد. اليوم التتمه ديال الفيديو اللي كان قبل من هذا ديال التورته. فاليوم غادي نشارك معكم هاد لي بوب كيك ولي ماغنوم ولي مادلين. غادي نشارك معكم الطريقه ديالهم. فانا حاولت انني نقسم الفيديو على جوج ديال الاجزاء باش نقدمكم تورته بوحديتها ولي ماغنوم ولي كاب كيك ولي بوب كيك يكونوا بوحديتهم، باش اذا ما يجيش الفيديو طويل بزاف. دابا خليكم مع طرق التحضير والمقادير. بالنسبه للمقادير اللي غادي نستعمل في الكيك اللي غادي نعدل به لي بوب كيك، غادي نعمل كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، كاس ديال اليوغورت الطبيعي، ساشيه ديال سكر الفاني، خميره ديال الحلويات، 4 ديال البيضات والدقيق حسب الخليط. هنايا غادي نعمل الطريقه ديال الكيك العادي، غادي نعمل الفاني، غادي نعمل السكر. المهم نتوما غادي تستعملوا اي كيك ينجح معكم فغادي تستعملوه، ماشي ضروري انكم تتقيدوا بهذا الكيك هذا. معايا من بعد ما طب لي الكيك يعني فرتته، بغيت كنطحنو بهاد الماكينه هادي، يعني الطريقه العاديه اللي غادي نعملها، نفس يعني نفس الكيك اللي غادي نستعمل في لي ماغنوم ولا غادي نستعمل في لي بوب كيك. هنايا من بعد ما طحنت هذاك الكيك كامل غادي نضيف عليه المكسرات. انا عملت هنايا الكركاع واللوز اللي حمرتهم وهرمشتهم وضفتهم عليهم، وغادي نخلطهم بالشوكولات ديال البندق كما كتلاحظوا. يعني باش نتوما كتستعملوا اي شوكولات بغيتو، صراحه الشوكولات المذاق ديالهم زيون. ولا غادي نجمع به هاد العجينه هادي، غادي نعدل بها لي بوب كيك. وبالنسبه لي ماغنوم غادي نضيف عليهم شويه ديال المربى ديال المشمش، يعني نفس العجينه غادي نستعمل فيهم جوج بهم. ودابا هنايا غادي نوزن هذاك الكويرات، غادي نستعمل هذوك العويدات ديال لي بوب كيك. انا غادي نعمل في كل كره 24 ديال الغرام، هيدا ما جاو كبارين ما جاو صغارين، حاولوا اننا نوزنهم بالميزان باش هذيك يجيو نقاد. دابا عطيتهم، من بعد ملي غادي نساليهم غادي نعمل لك هذوك العويدات ديال لي بوب كيك، غادي نعملهم في الشوكولاته وغادي نعملهم فيهم، غادي ندخلهم للمجمد باش غادي يشبروا لي راسهم. ومن بعد هذيك غادي نغوز باش غادي نزينهم بالشوكولات، وغادي نزينهم بديك الجواهرات.
كيكه بنات، ماشي مباشره انا بديت كنعملهم شوكولات، خليتهم شويه يعني تحيد لي منهم هذاك الثلج شويه، وحيد منهم داك الماء اللي كيكونوا طالقين في الفريكو، عاد بديت كنعملهم في الشوكولات. وانا غادي نقول باش غادي نعدل لي ماغنوم، لي ماغنوم غادي نعدلهم حتى هما بالشوكولات ابيض اللي ضفت عليه الملون ابيض، اللي غادي مباشره غادي نعملهم في هاد القوالب الخاصين بيهم. غادي ندهن هاد القوالب مزيان مزيان من الجوانب ديالهم ومن القاع ديالهم، ومن بعد غادي ندخلهم للمجمد وغادي نخرجهم، وغادي نعاود لهم الطبقه الثانيه باش هذا كيجيو يعني معوطين ومفينين. اللي بغى انه يعدل لي ماغنوم فوسط منهم، يعدل الكيك فوسط منهم عاد كيفينيهم بالشوكولاته يفينيهم. انا جاتني الطريقه هذه سهله، وصراحه الله كيجيو مفينين احسن ما انكم يعني تعدلوا الكيك وداكشي عادك تخشوهم في الشوكولات فكيعذبوا شويش. هاد الطريقه هادي كيخرجوا لكم فينين مزيونين. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نساليهم. وبالنسبه للكيك اللي غادي نستعمل فكيما قلت لكم غادي نزيد عليه المربى ديال المشمش اللي طعمه داق لي هو مزيون. هنايا كما كتلاحظوا من بعد ما خرجتهم من المجمد فانا خليتهم عاود ملي عملت لهم الكيك ما رجعتهمش للمجمد، خليتهم حتى شبروا راسهم مزيان. بديت كنخططهم بالشوكولاته بيضاء وكنعمل عليهم هذاك الاشكال اللي وجدت البيبيرونيس وداك الملابس باش علاش كنعمل الشوكولاته باش هذاك يشبروا لي عليهم وما كيطيحوش. ثم كتعملوا الزواق اللي بغيتوا اي تيم كنتوا غادي تعملوا فكتمشيو عليه. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه وما غنرجعهمش النبيره صراحه، خليتهم على برا موقع لهم حتى شي حاجه يعني ما دبلهم لا الشوكولاته ديالهم لا حتى شي حاجه. وهاد الملابس انا ما عدلتهمش بالعجينه ديال السكر، بالعجينه ديال الشوكولاته. دابا غادي نكوزو باش غادي نوجدوا لي كاب كيك اللي وجدت كويقات عملتهم في الطابله ديالهم من قبل. انا غادي نعملهم في هادو من بعد غادي نزولهم نعملهم في اخرين ديال التقديم. غادي نستعمل بيبي ديال الشوكولاته، غادي نستعمل ملعقه كبيره ديال الزبده، 4 ديال البيضات، ساشيه ديال سكر الفاني، خميره ديال الحلويات، وغادي نستعمل نص كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، واحد اليوغور، وغادي نستعمل الكاكاو والمر، وغادي نستعمل الدقيق كما كتلاحظوا. غادي نعمل البيضات مع السكر وغادي نطرب. يعني كما كنعرفوا ان الوليدات الصغارين كيتعجبوا من حاجه ديال الشوكولاته، فلهذا قلت غادي نعمل هاد لي كاب كيك هادو يعني بالبيبي ديال الشوكولاته وبالكاكاو والمر. صراحه الله جاو مزيونين فيهم احمد اقلي هو رائع بزاف. بالنسبه للزبده هي اللي غادي نضيفها حتى لاخر مره، يعني حتى غادي اللحظه الاخيره عاد غادي نضيف ديك الملعقه ديال الزبده تكون عامره مزيان مزيان. ومن بعد غادي نعمرهم وغادي ندخلهم للفران على عافيه مهيله، وملي غادي نخرجهم غادي نزولهم من داك القوالب وغادي نعملهم في القوالب اللي غادي نزين اللي غادي نزينهم فيهم. الا بغيتو طيبوهم مباشره في داك القوالب فطيبوهم، انا كنفضل انني نطيبهم في كوقتات عاديين باش هذا يعني الا قطروا لي شي حاجه ولا باش ما كنوسخش هذيك القوالب اخرين، يعني اخرين خصني فين يوم خصهم يبقاو نقيين
عليها كنفضل نعمل هذه الطريقه هذه. البنات من بعد ما طابو كيف ما كتلاحظوا خليتهم حتى بردوا، بديت كندخلهم في هذيك القوالب اللي غادي نفينيهم فيهم. صافي بشهاده يعني كنضمن ان القوالب ديالي غادي يبقاو لي نقيين وان مولات امي غادي تديهم، ما غاديش نكون خوفانه ان عطيت القوالب موسخين ولا شي حاجه. هنايا غادي نجيب باش غادي نزينهم بالكريمه. انا هنا استعملت نفس الكريمه اللي عملت في الطرطه، زدت عليها الملون ازرق وزدت طرت شويه ديال النطا باش تجي لي هذه الكريمه واقفه مزيان، وتملي تديهم ولاتهم يعني ما يذوبوا لا ما حتى شي حاجه. صافي وغادي نزوقهم. نتوما غادي تستعملوا اي كريمه كتفضلوها غادي تستعملوها، وغادي نزينهم بالفيرميسيل ديال الشوكولاته. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نساليهم كاملين. انا دو يعني فينيتهم حتى اخر لحظه بشهده يعني ملي كتديهم ولاتهم يعني ما كيكونوش يعني بقاو عندي مده طويله، وعاديك تديهم ليا تعملين في البوفي ديالها يعني كنخلي كلشي اخر لحظه عاديك كان فينه. هاوما كيفاش كيجيو يعني من بعد ما ساليتهم وفينيتهم. نتمنى الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، نتمنى نكون كنت فدتكم في هذا الفيديو ولو شويه، نتمنى نكون كنت خفيفه على القلوب ديالكم. الناس اللي عاد كنضموا للقناه ديالي جدادين كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، ولا كنت اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنساوش تخليوا لي لايك ديالكم وتشتركوا في القناه ديالي بطبيعه الحال الى عجبكم المحتوى فضلا وليس امرا. السلام عليكم ونتلاقى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.